السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني صواريخ لبنان وغزة من دعم طهران، وهي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجة زادة اليوم السبت أن كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم من إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة. وقال علي حاجي زادة خلال مقابلة مع قناة المنارة اللبنانية: نحن نعلم جبهة المقاومة على صناعة صنارة الصيد بدلا من تقديم السمكة، ولبنان وغزة يمتلكون تكنولوجيا صناعة الصواريخ، لافتا إلى أن قدرات محور المقاومة لم تعد كما كانت قبل 10 سنوات، ويوم يطلق الفلسطينيين الصواريخ بدلا من رمي الحجارة. وأشار زادة إلى أن هناك تقاطع للنيران في سماء إسرائيل بين سوريا ولبنان وفلسطين، مؤكدا أن الفلسطينيين يمتلكون اليوم تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة. وأضاف قائد القوة الجوية الإيرانية مهددا: لدينا أمر عام من المرشد علي خامنئي بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك، مشيرا إلى أن طهران تدعم أي طرف يقف في مواجهة إسرائيل. وأكمل قائلا: الدول العربية ستكون المتضرر الأكبر من أي حرب مع إيران، موضحا أنه لن يكون هناك أي فارق بين القواعد الأمريكية والدول التي تستضيف فيها أي حرب على إيران. ولفت زاد إلى أن أمريكا وإسرائيل لن تجلب الأمن لأي أحد في المنطقة. وأفاد قائد القوة الجوية بأن الإبقاء على مدى صواريخ إيران حتى 2000 كيلومتر لن يكون إلى الأبد. وقال: قدراتنا الصاروخية ليست للتفاوض، ولا يحق لأحد الطلب من طهران ذلك. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.